ألم يا فندم الفترة الأخيرة وآخر سنتين تحديدا تعرض لهزات اقتصادية كبيرة جدا نتيجة للإغلاق العام أو حتى الجزئي؟ هنا صمود الاقتصاد المصري، مش بس الصمود، لا، تحقيق معدلات نمو كبيرة. أكيد زي ما حضرتك ذكرت كان بيحتاج إلى قرارات وإجراءات. حضرتك اتكلمت عن معظم هذه القرارات، طيب إيه اللي احنا محتاجينه الفترة الجاية علشان نحافظ على هذا النمو؟ محتاجين اولا القطاع الخاص يلعب دور مهم جدا، ويمكن هي دي الحقيقه المطالبه اللي دوما بتتكرر على لسان الاستاذ الرئيس في كافه المحافل. الاقتصاد المصري يحتاج لاستثمارات عامه وايضا استثمارات خاصه وبقوه وبارقام كبيره. يمكن الحقيقه الحكومه بتعمل على زياده الاستثمارات العامه بشكل متتالي، لكن مهم جدا انه القطاع الخاص يحط استثمارات ايضا كبيره، ومهم ايضا انه يكون في اطار من الشراكه فيما بين القطاع العام والقطاع الخاص، اخذا في الاعتبار انه كل استثمارات العمل اللي بتقوم بيها الدوله هدفها الاساسي جذب استثمارات خاصه، يعني دي استثمارات عامه مفترض ان ياتي عليها استثمارات من القطاع الخاص. هو ده الحقيقه اللوم او العتاب على مجتمع العمل من القطاع الخاص المصري، واحنا الحقيقه محتاجين ان احنا نشاهد رؤيه مختلفه، نشاهد جدية في ضخ استثمارات، خاصة انه لدينا عدد من رجال الاعمال ما زال بيستثمر للاسف الشديد في الخارج بارقام كبيرة، وبالتالي هو ده الحقيقة المطالبة اللي احنا محتاجينها في الوقت الحالي بشدة. تمام، بس احنا يمكن بنشوف كمان مشروعات كبيرة وعملاقة بيشارك فيها القطاع الخاص الفترة الأخيرة نتيجة أنه هناك يعني كان هناك إجراءات وكان هناك قوانين غير مسبوقة كان بيتم تسهيل عليهم الكثير من الإجراءات. هل ده ساهم بشكل أو بآخر لزيادة حتى المشاركة يعني أمام المستثمرين أو حتى القطاع الخاص؟ وإيه المطلوب علشان نشجع المستثمرين وهذا القطاع أنه يكون منخرط أكثر في المشاريع العملاقة اللي بتقوم بها الدولة أو حتى مشاريع يعني خاصة بيهم؟ هو اللي حضرتك بتشيري اليه واللي الحقيقه الحكومه المصريه اتحركت فيه خلال الفترات الماضيه هو محاوله التزام امام مجتمع العمال، ومحتاجين انه التزام الحكومه امام مجتمع العمال يقابله ايضا التزام من مجتمع العمال تجاه مش الحكومه لكن تجاه الوطن. وبالتالي الحقيقه كمان اكدنا انه كل ما تم خلال الفترات الماضيه كان هدفه انه بيئه المناخ الاجتماعي يتحسن، وبالتالي حينما يكون هناك في جديه والتزام من جانب الدوله مهم كمان انه يكون في خطوات اكثر جرأه من جانب مجتمع العمال. هو ده اللي احنا الحقيقه ما زلنا نحتاجه بشده، واتصور انه ان اجلا او عاجلا هذا سوف يتحقق، يعني يجب ان يكون لدينا قدر من التفاؤل في مجتمع العمال المصري، واتصور انه ما نحتاجه سوف يتحقق فعليا، لكن هي المساله متى يتحقق هذا، والحقيقه رجعنا انه مجتمع العمال يتحرك في اسرع وقت. الحقيقه لجذب مزيد من الوقت ولجذب مزيد من الربحيه، لانه مجتمع الاعمال الدولي بيتحرك، وبالتالي ما يصحش ابدا يكون المستثمرين الاجانب بيتحركوا والمستثمرين المصريين ما زالوا متاخرين. اكيد يا فندم. الدكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره، شكرا لحضرتك.